اتهمت إسرائيل حماس بإدارة ظهرها لمقترح وصفته بالمعقول جدا للتهدئة في غزة، قدمته قبل أيام أطراف الوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر. المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد في الوقت ذاته الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث أنها تؤدي إلى مساعدة حماس وإبعادها عن المفاوضات. قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أحد أبرز العناصر الممولة للنشاطات العسكرية لحركة حماس في رفح، ويدعى ناصر يعقوب جابر نصر، وذلك خلال عملية في منطقة الشجاعية في شمال قطاع غزة. وأوضح أن ناصر نصر حول مئات الآلاف من الدولارات خلال ديسمبر الماضي لتمويل أنشطة حماس بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عملية عسكرية في وسط قطاع غزة خلال الليلة الماضية، وذكر الجيش في بيان أن طائراته قصفت بعض البنى التحتية في وسط غزة قبل دخول القوات إلى المنطقة، كما نفذت البحرية الإسرائيلية عددا من الضربات الموجهة على المنطقة الساحلية في وسط القطاع. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن أكثر من 13,000 فلسطيني في أعداد المفقودين تحت الأنقاض أو القتلى في مقابر جماعية عشوائية أو أخفوا قسرا في السجون الإسرائيلية. وطالب المرصد الأورو متوسطي بتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفها الجيش الإسرائيلي وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاضها وما يزالون على قيد الحياة، وانتشال آلاف الجثامين لآخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي. أعلن في بروكسل عن تشكيل شبكة البرلمانيين الأوروبية من أجل فلسطين، حيث وقع على وثيقتها التأسيسية 160 من النواب الأوروبيين والنواب السابقين من 10 دول أوروبية. وفي مؤتمر صحفي عقد في البرلمان الأوروبي، طالب النواب أوروبا بالخروج مما وصفوه بالموقف السلبي، وكذلك أن تستخدم وسائل الضغط الملموسة على إسرائيل من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. أنشأنا الشبكة انطلاقا من استنتاجنا بانعدام جدوى الموقف الأوروبي، بل أراه غير مثمر. يتوجب علينا تغيير مقاربتنا وطريقة عملنا، خاصة تجاه إسرائيل. إسرائيل حصلت من جانب المجموعة الدولية على سق الإفلات من المحاسبة. إسرائيل تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي دون محاسبة، وهي اليوم تقود حربا قالت عنها محكمة العدل الدولية بوجوب مخاطر إبادة ممكنة. نتطلع للتحرك اتجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي. دول أوروبية عدة لا تعترف بدولة فلسطين، لا يعترفون باتفاقيات أوسلو نفسها، لا يلتزمون بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل، حيث أكدت أن مخاطر الإبادة ممكنة. نمد يد السلام للمطالبة على الصعيدين الوطني والدولي بوقف إطلاق النار، أن يحقق الفلسطينيون تطلعهم للحصول على دولة مستقلة. نريد التأكيد بأن
الفلسطينيين متساوون مع الشعوب الأخرى في العالم، لهم حقوق مشروعة لا يمكن لأي كان إنكارها،